وفي اليوم الثاني عشر من ديسمبر 2005 تم الإفراج عن التلاميذ الأربعة من محكمة الظلم والجور وترحيل التلميذ الصحراوي الدحطاجي إلى سجن نكحل بالعيون المحتلة. وفي اليوم التاسع عشر من ديسمبر 2005 على إثر وقفة سلمية نظمت بحي الفتح قرب قيادة بكرة ينطبعوا الاعتداءات والتشريد والانتقام بالتعذيب والاغتيالات والسجن والأحكام بالإعدام والدمج وتذويب العادات بالضغط اللي حتم قيام جماهير احتشدت وبات المذلة والخصام حراش كلام والصدات بالحجارة اللي مانا مام قوات في قوات في قوات. تركت حي الزملة حمام للدم اللي بيستهدات الجماهير على الشهام للخلاص وبيتبنات لا خلاص بدون التحام وعليه التحمت وتقانات قوتنا ومشات القدام شور الثورة ومنين مشات على خطوات المقدام القد يواجه بالصيحات صدر عريان على الأقدام اكفال أحجام الرش الشاب وقت يديه طرايق عدام قدام أقوى قوة جبات شور الشعب العدام أفهم السلاح ومنها السقات المواطنين الكرام أهل العزم اللي ما نثنات عزيمتهم رغم الصدام والتمزيق والاعتقالات تم لا في ايديهم زمام النصر يقودوه بثبات شور اللي يبغوا واللي رام وطنهم شور اللي يبغوا واللي رام خاطرهم للوطن حماة شجعان ودعاة السلام ما أشرار لهم دعاة للحرب قبل ما فات انسام شرفهم والمقدسات غير منين ايدين الظلام تلحق لكن محاولات ما يتقاس من نجم جام معنا ذاك ان الحرب قدات واحنا سوي الحرب لو امانتها ان ما فات اطفات عيب الدار على حد الدار العشرين من السنوات ما حي بافتخار نهار 17 الشهر السادس من سبهم وحي لطار ضامن تحقيق طموحات وهنيئا للشهيد الشاب محمد بصير كتاب هنيئا للفقيد الشاب محمد بصير كتاب تاريخه بالدم في رحاب وطننا مصعب معطيات ذاك الظرف ومصعب تنجاب في افكاره لا تخمينات ومصعب بعض التحريك اسباب للتحريك ومصعب تلفات حتى على الاسبان بشي ساب سمعتها واحرم ونادات تضرب الاسبان بالانسحاب تحت الضغوط وتهديدات والفكرة قاع من اسم باب ذاك التول بصير جات وباسم الحيلة تم استقطاب مئات الرجال ومئات النساء يجي تستجاب العطاء عن دون الانقاد الشباب طريق الصواب جات مع بصير وبقاتل الشعب ورا بصير صاب فيها فكر والمجهودات وبقى سمعوا مع لقل شاب سمعوا حي وذكروا ما مات يحظى بالتقدير والإعجاب يخلد في المناسبات خالد في القلوب ومهابه والصانع للمعجزات فهل الصحر ليس من أقطاب التاريخ أهل المنجزات الضخمة عن ذهن ومغاب الواجب بكسر صعوبات من أكبر وعقد صعاب التاريخ اللي فات وراث صان الأرض وصان التراب مثل رمز التحديات قائد الانتفاضة وانصاب بسواء نوع من المعاناة واصبر متحدي ذاك وطاب فيه يزيد من التضحيات ما هو قانع قبل انسكاب دمه لتحقيق الغايات يا ربي الحي الوهاب وهب له فسيح الجنات وقبل منه شهر ثواب بالغفران أزكى دعوات يدعوها الأحباب الأحباب بالتهليل والابتهالات وحد وراه تقاس مرتاب ما فات أخلاق الشعب صفات عيب الدار على حد الدار العشرين من السنوات ما حي بافتخار نهار 17 في الشهر السادس من 70 وحي اللي طار ضامن تحقيق طموحات وليف منين إلى تيت نشيد بالعيد ونلحق به بعيد ونشيد بالإطار الصنديد محمد بصيري مرات في مرات ونربط بالعيد ذكريات ومميزات الفقيد اللي قد يعيد لاستمع شروط الحياة ونخلد ونحيي ونزيد مئات من أزكى عبارات تبجيل وتقدير وتمجيد للجماهير اللي ضحات بالحجرة والدبوس والأيدي والزملة بذلت وعطات وتحلات بعهد الفقيد عاقب ذاكر العهد وفات بالنضال الدائم مكريب بخط الثورة لحزمات وحقرة الاستعمار وتهديد الاستعمار وخلقت وبنات الكيان جديد من جديد بالكيان وعات وواعات وضمنت الاستمرار بتوحيد الصف وتوحيد الطاقات وصبرت باط وعضت الحديد عند منين الظروف قسات عليها واعطات المزيد من التضحيات وعبات للتضحيات وحكمت بيت الحديد المجد اللي بيحياة النضال وبعد ترصيد المجد اللي بعد النومات لولا ذاك اليوم المجيد يوم الدرجة والبطولات اللي مثل ميلاد اكيد للجبهة واعطاها صفات الشجاعة وضمن من تسديد خطاها من تسديد خطاها وقلب حسابات الاستعمار وفشل وعيد الاستعمار وممارسات القمع وموجات التشريد مع قلة الامكانيات وقلة بالسلاح التجنيد وقلة في القتال الخبرات ثم النضال اللا شديد تتوالى فيه انتصارات الشعب الكريم العنيد لين احداث الثورة غطات الساحة تنشي التقاليد يوم 16 من ديسمبر 2005 يوم الجمعة ارتكب الغزو المغربي منظرة ومذبحة يضيفها إلى سلسلة جرائمه التي أصيب فيها العشرات من المواطنين الصحراويين واعتقال كل من الشين محمد أي تعبير لبرا لكن جوني بها الشيخ أمدان هلدي مولود
والذين تم ترحيلهم كمن عاد إلى السجن لحال بمدينة العيون المعتدة.